السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن مثل ما تشاهدون هنا يعني في صفحة الليغ أ، في الصفحة الفرنسية للدوري الفرنسي الليغ أ. راح نخلي لكم الرابط تاعها يا خوتي في أول تعليق. أنا هذا وين شفت يعني فارس الشيبي راهو في مسابقة هنايا بين اللاعبين اللي راكم تشوفوا فيهم. نتمنى لاعبنا لاعب منتخب الوطني الجزائري ان شاء الله، هو لاعب منتخب الجزائري، ان يفوز بهذه الجائزة. احنا كما راكم تشوفوا فارس الشيبي هو الثاني، اضغط فقط لهنايا ما شاء الله. الان فارس الشيبي هو في 46، الملاحق تاعو الثاني باركولا كما راكم تشوفوا فيه لهنايا، يعني ما شاء الله. هذا هو أهمية يعني الجزائريين لما تختار الجزائر. ثم قبل قليل فارس الشيبي لما دخلت للحساب تاعو، للصفحة تاعو هنايا لهنايا، لما دخلت هنايا للصفحة تاعو كتشوفوا لهنايا تاع الانستغرام. شكرا عبد الناصر عبد البار. دخلت فارس الشيبي لهنايا وشفت يعني كان 17% فقط، كانوا أكثر منه، كامل كانوا أكثر منه. الآن نتمنى إن شاء الله فارس الشيبي يكون هو الأول يا خاوتي، وراه الأول مازال الأول بصح باش ما يفوتوهش نزيدوا له إن شاء الله. يلا السلام عليكم. بس وراك رايح، اشترك في القناة ودير لايك، حتى وما عجبكش الفيديو اكتبها في التعليق. يا السلام عليكم.